برالي في الدور الانجليزي الممتاز البريمي ليج الجوله 16، شفنا كيفاش اليوم توتنهام من الدقيقه الرابعه في 10 دقائق نقولوا في 32 دقيقه كان قاضي على برالي، كان قد قضى على برالي بثلاث اهداف، شفنا هاري كين في الدقيقه الرابعه، شفنا لوكاس مورا اللي سجل في الدقيقه التاسعه، شفنا مين سون الذي سجل في الدقيقه 32. يعني مورينيو اليوم دخل بخطه 4-2-3-1، توتنهام المدرب تاع توتنهام مورينيو اللي دخل بخطه 4-2-3-1، شفنا كيفاش المدرب تاع برالي شيان اللي دخل بخطة 4-1-4-1-4-1. يعني كانت المباراة وين شنا كيفاش كانت المباراة، كانت قوية بالنسبة كانت قوية على برالي، شنا كيفاش نقولوا باللي اليوم توتنهام اللي خاصة الشوط الأول وين الشوط الأول وين سجل ثلاث أهداف، شنا الشوط الثاني وين برالي أراد تقليص النتيجة والتجريب في العودة في النتيجة لكن بدون جدوى أمام بابلو الحارس تاع توتنهام، شنا اوريبي شنا ديفينوس سانجيز يعني في الدفاع، شنا توبي شنا يان يعني في الدفاع، هذو إيريك ديارا في وسط الميدان، موسى سيسوكو في وسط الميدان دفاعي، سيان مين سيان ومين سيان سون يعني مين سون اللي سجل الهدف كذلك في وسط ميدان هجومي، ديلي ال وسط ميدان هجومي، لوكاس مورا وسط ميدان هجومي، هاري كين يعني في الهجوم، كانت المباراة شنا داني روز في الاحتياط، كريستيان في الاحتياط كذلك، أليف شنا يعني كانت المباراة مباراة وين كانت نقولوا باللي 55% الاستحواذ لتوتنهام، برالي 45%، شفنا التمريرات 150 تمريرة برالي، 210 تمريرات لتوتنهام، يعني كانت المباراة ما نقولوش ما نشوفوش النتيجة، ما نشوفوش النتيجة، نشوفوا اللعب، برالي فانيك لعب لكن الحظ ما كانش معاه، وين شفنا كيفاش كريس اللي ضيع هدف أمام الحارس كما نقولوا حنايا، شفنا جاك، شفنا نياك بوب الحارس تاع برالي، شفنا ماثيو، شفنا جيمس، شفنا بن يمين، شفنا إريك، شفنا روبي، جيف، شفنا جاك، شفنا دوليت، شفنا كريس، يعني كانت المباراة مباراة كانت قوية، مباراة خاصة وين أمام مدرب كبير، أمام لاعبين وين تاع توتنهام اللي عادوا بقوة في هذه الجولات رغم الانهزام تاعهم في الجولة الماضية، لكن عادوا بقوة بعد سلسلة من الهزائم وين عادوا بعد تغيير المدرب، وين شفنا كيفاش عادوا بقوة في الجولات الأخيرة وصبحوا يفوزوا بالنتيجة، يعني صبحوا يفوزوا بالنتيجة، شفنا ماثيو اللي ضيع في الدقيقة 22 يعني هدف التقليص في الشوط الأول، الشوط الأول شفنا ثلاث أهداف، شفنا ثلاث أهداف، الشوط الثاني بالنسبة لتوتنهام قد زعما نقولوا حنا كملت المهمة تاعها، شفنا الشوط الأول، الشوط الثاني في الدقيقة 54 وين هاري كين كذلك وين يضيف الهدف الرابع وين المباراة نقولوا باللي على بالك مباراة كانت قوية بالنسبة على كانت قوية كانت كبيرة على برالي وين توتنهام عرف كيفاش يفرض نقولوا هاري كين وين سجل اليوم هاري كين وين سجل اليوم أهداف واحد زوج ثلاثة وين سجل ثلاث أهداف في هذه المباراة، يعني نقولوا باللي هاري كين وين سجل في الدقيقة الرابعة، لوكاس اللي سجل في الدقيقة التاسعة، في 32 دقيقة مايسون اللي سجل في الدقيقة 32، 54 وين سجل هاري كين، يعني هاري كين اليوم هارتريك تاع هاري كين، وين شفنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت قوية بالنسبة خاصة وين مورينيو يعرف كيفاش يقرأ المباراة، يعرف كيفاش يحط الخطة تاعو أمام فريق اللي توتنهام فرض اللعب، فرض الخطة تاعو، هذه هي، صحيح.